الإدارة ديالي من فريق رجاء البيضاوي ما تخلصهاش عمر الجاري تخلصها المكتب، وما تيهنيش أن فريق رجاء البيضاوي رغم أن خدا القرار ديالو، والحمد لله أنا راضي بالقرار اللي خدا، وهذا ما تيهنيش عمر الجاري أن انتهى الكرة. دخلت ميدان ديال التدريب إن شاء الله غادي نستمر في الأسبوع الجاي، وراني باقي تناخد التمارين ديالي لوحدي باش إن شاء الله شرفنا بين الفرق اللي تتنادي دابا الحين فرق وطنية. تنتمنى إن شاء الله أنني نزيد نساعد ما في الكفاية. لحد الآن راه تنقول لك هذا الأسبوع غادي ناخد الفتيان هي مينيم ان شاء الله غادي نبدا معاه، وشهر 12 غادي يكون التغيير اللي غادي يجي ديال فرق رجاء. ما فرق رجاء لا، كاين فرق وطنيه، فرق وطنيه اخرى. شنو وجهه النظر ديال عمر على المستوى اللي ضرب به فريق رجاء لحد المستوى اللي تيضرب فريق رجاء البيضاء وباقي ما استقرش؟ كل مباراه عنده خاصيه ديالها، تعرف المباراه الاخيره اللي لعبوا ما تتبينش فريق رجاء البيضاء ضارب واحد المستوى جيد. تنتمنى ان شاء الله انها تحسن المستوى باش تقول الكلمة ديال آخر المشروع إن شاء الله. شي كلمة أخيرة للجمهور؟ والجمهور تيبقى ديما جمهور كبير، تنتمنى ليه التوفيق، وصراحة اللي ما تيتخلاش على الفريق ديالو